Hello guys, how are you? النهاردة هنكمل unit 10 lesson 2 and 3 مع بعض. Let's go. هنا هنتكلم عن ال vocabulary part. وزي ما اتفقنا ان احنا بنشيل اي كلام بالعربي وتحاول تجتهد وتعرف معنى الكلمة لوحدك، ولو مش عارفها بتخش تعمل search على الانترنت او على ال dictionary. ال vocabulary بس كل ما عليك تبص على ال picture وتتعلم تعرف الصورة دي شكل معناها ايه. أول picture هي المفروض هي مش واضحة قوي، بس هو عايزك تعرف معنى كلمة homework اللي هو الواجب بتاعك homework. اللي بعدها اللي هي الصورة اللي عليها الكرة الأرضية بتاعتك، ما اسمهاش earth، هو عايز يديك لفظ آخر which is العالم the world. قول ورايا world. تمام. اللي بعدها شبه الصورة الأولانية بس you can learn and do your homework. يبقى إما أنت قاعد you are studying بتذاكر أو learning بتتعلم حاجة جديدة أو doing your homework أو do your homework إن أنت بتعمل الواجب بتاعك. دي grandma. اللي بعده order. order ممكن تجيب بمعنيين، يا إما بتحط put some stuff in order، بترتب حاجات would put them in order، مثلا put your books in order، أو إن أنت بتعمل order مثلا online لحاجة عايز تشتريها online. بتتكلم يعني يتكلم talk يعني بيتكلم talk talk ال L هنا silent. music يعني مزيك music. تمام. يبقى again homework homework world world learn grandma order order talk music. تمام. هنا بيقول لك look read and trace. المفروض هنا في كلمات سايبك انت تعملها tracing بعد ما بتقراها، يعني تقرا وبعد كده تقوم كاتبها علشان بس ايه بيعلمك كلمات جديده just to get to know new words. بيقول لك digital technology makes our world bigger and more exciting. يعني ايه digital technology؟ تكنولوجي يعني التكنولوجيا، التكنولوجي المعلومات والانفورميشن الجديده علينا اللي بنعرفها مش من الكتب أو من أهالينا الكبار أو الجدد، لا بنعرفها من خلال الـ digital devices اللي هي الموبايل، تابلت، كمبيوتر، تي في، وهكذا. تمام. فهنا بيقول لك number one I can learn things from different websites. أقدر أتعلم حاجات مختلفة من websites أو حاجات كتيرة من websites مختلفة. ممكن اخد معلومه من الويب سايت ده، افتح ويب سايت تاني اخد معلومه تانيه، الويب سايت التالت يكون فيه معلومه مختلفه عن الاولى والتانيه. يبقى انا I can learn lots of information or lots of things from different websites. number two بيقول لك كمان I can talk to my grandma in Cairo. انا لو قاعد في محافظه وجراندما في محافظه تانيه او ليا اي قريب او صاحب في مكان تاني بعيد عني، اقدر اكومينيكيت معاه واكلمه بدل ما اكلمه بالرصيد بتاعي بكلمه عادي على الانترنت من خلال applications زي مثلا واتساب، زي فايبر، زي سكايب، زي غيرها كتير من applications اللي فيها فيديو كولز وفيها حتى phone calls تعملها بس من خلال اتصالك بشبكة الانترنت. number three my mom and dad can order things. ماما وبابا او even حتى لو انت تقدر تعمل ده، بتخش اونلاين ممكن تعمل order تشتري حاجة مثلا من على جوميا، تقدر تشتري حاجة من على امازون، من على الفيسبوك مثلا. ما هو الفيسبوك برضو بيكون في حاجة اسمها ماركت بليس، الناس بتبيع حاجات أو بتعرض حاجات عايزة تبيعها والناس بتشتري. بيكلموا بعض عن طريق الماسنجر أو بيبعتوا مسج أو بيعمل أوردر لو هو في مكان أبلكيشن فورم بيملاها، وبيعمل أوردر بتاعه وبيأكد وبيعمل كونفيرم للأوردر بتاعه وبيبقى دان وبيستنى بقى الأوردر يجيله أو يستلمه. تمام. number four I can watch videos. تقدر نتفرج على الفيديو سواء على any بقى type of screen TV, tablet, mobile, computer, laptop وهكذا. number five I can download music from all over the world. طبعا انت ممكن تنزل مزيكا pop، ممكن تنزل rap، ممكن تنزل شرقي، ممكن تنزل slow، ممكن تنزل classic، تنزل jazz، ايا كان type of music that you want to hear. زي application عندنا مثلا زي أنغامي وسبوتي، كل دي apps بتوفر لك lots of different music أو songs من كل جميع أنحاء العالم from all over the world. But yes you can download them from the internet anything that you want.
سواء music سواء pictures سواء information أو سواء you can make an order مثلا، أي حاجة أنت ممكن تقدر تعملها من خلال الإنترنت. I can use the internet for my homework. لو في مثلا مطلوب منك بحث أو معلومة أنت مش عارفها، ممكن بكل بساطة تخش تعمل عليها search على الإنترنت وتكتب، تعرف معلومات اللي أنت عايزها وتبدأ تكتب اللي أنت فهمته بعد ما قريت، بتكتبه بطريقتك في الهومورك بتاعك وهكذا. فبليز انت كده عملت listening part، حاول تقرا تاني وتعمل tracing للكلام just for practicing مش اكتر. بيقولك what is safe online، يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده المفروض انت هتاخده تاني في رابعة، وغالبا هتاخده تاني في رابعة علشان يعرفك تاني ويأكد عليك معلومة ان انت ازاي تحافظ على سلامتك من استخدامك للتكنولوجي او especially للانترنت. للاسف 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 الشديد، مصر او المصريين، يعني مصر من ضمن وبلاد كتير عربيه، العرب عموما وحتى اللي بره، يعني الغلط موجود في كل حته والحلو موجود في كل حته، بس اهم حاجه ان نسبه الحلو قد ايه ونسبه الغلط قد ايه. هنا بيعرفك ازاي تقدر تستخدم الانترنت بشكل ايجابي وازاي تتجنب الحاجات اللي ممكن تأذيك، وفعلا ممكن تأذيك او تضرك. فازاي to be safe online، بان احنا نعمل بعض الخطوات. اول حاجة ان انا I can tell everyone about my dinner عادي. لو انت قلت مثلا الناس، عملت sharing معلومة ان انت مثلا اتعشيت كذا اكلت كذا، it's okay، ما فيهاش ضرر قوي. لو قلت مثلا I ask adults which website are safe، طبعا انت لازم تستعين بالناس الكبيرة اللي هي اوريدي عندها خلفيه باستخدام الانترنت، مش اي حد كبير، ما ممكن يبقى كبير اصلا ما عندوش اصلا معلومات عن الانترنت، فلازم يبقى حد ادلت وكمان عنده خلفيه ازاي how to use the computer علشان تساله عن اي معلومه، او حتى even which kind of website او انهي website is safe for you to use، او ان انت حتى تستعين بالمعلومات اللي موجوده في الويب سايت، لان مش اي ويب سايت either is trusted، يعني ممكن حد يكتب لك معلومات مش صح، فانت برضو علشان تلاقي trusted sources ده مش سهل. طيب I ask an adult if it is okay to use the internet، طبعا لازم تاخد اذن الكبير سواء ماما او بابا ايا كان الشخص اللي انت بتاخد اذنه، اذا كان ينفع ان انت تستخدم الانترنت ولا لا. I can find information for my homework، دي مجرد basics points، انت ممكن في رابعة ان شاء الله في انجلش برضو هتاخد معلومات اكتر من كده بكتير. I can find information for my homework، زي ما اتفقنا تقدر تعمل سيرش على اي معلومه انت عايز تعرفها، لو تخص الواجب بتاعك او تخص بروجكت او تخص اي كان بقى بحث، اي حاجه انت عايز تعرفها من خلال الانترنت. طيب how not to be safe online، العكس بقى، ايه الحاجات الغلط ان انا لو عملتها ممكن اتضر؟ ان انا I can tell everyone my password، ما ينفعش تقول اي حد الباسورد بتاعتك. I can tell everyone how I feel today، تعرف الناس انت حاسس بزعلك ليه، يعني it's not good ان انت تعرف الناس بمشاعرك سواء كنت مبسوط او سواء كنت زعلان. زعلان هتزعل الناس معاك، مبسوط مش، للاسف مش هتبسط الناس as much ان الناس هتقعد تديك بقى negativity، ايه ده مبسوط، فتقعد تبص لك وتحسدك وتقر عليك وبتاع. في ناس عندها issues، ممكن ما يكونش انت عندك issues، بس بالنسبه لناس تانية هي بتعاني في حاجات تانية، فبتتضايق لما تلاقيني في حد احسن منها في حته تانية، او اموره مرتاحه اموره مبسوطه، نفسيته غصب عنه الشيطان بيلعب بيه، ممكن انت تتفقع عين كده وانت مش واخد بالك. تمام. طيب اللي بعد بيقول لك I can share my old address my address قصدي with everyone، طبعا you cannot اصلا share your address، you cannot share or tell your password، you cannot tell how do you feel to everyone. I can talk to people I don't know، طبعا you cannot talk to anyone you don't know online، لان انت مش شايفه ولا عارفه ولا تعرف باباه ولا تعرف مامته ولا عارف ازاي عايش ولا ازاي بيعمل بيتكلم ازاي، ممكن يكون كل ده فيك وبيتحور عليك علشان خاطر في الاخر ياخد منك شويه معلومات ويعمل منك معاك مشكله. يبقى you cannot talk to anyone you don't know، you cannot tell your password، you cannot tell what how you feel today، you cannot share your pictures، you cannot share your address، you cannot share your phone number، or you cannot tell your phone number to anyone، وهكذا. يبقى no phone number، no photos، no address، no passwords، don't talk to any people you don't know، and كمان don't tell anyone about what you feel today. خلاص، لان ده ممكن بقصد او من غير قصد يضايق ناس تانية. خلاص، يبقى دي الحاجات اللي انت ما ينفعش ان انت تعملها علشان this will not
make you safe مثلا keep you safe online يعني. خلاص بعده هنا it's a paragraph about Adam. Adam بيقول لك Adam, Esther and Iyad wanted to do research on a school project. عندهم school project وعايزين يعملوا عن research عشان يجيبوا information معلومات. They worked for 2 hours, اشتغلوا لمدة ساعتين to do the project علشان يخلصوا ال project. But ولكن بقى شفت احنا كلمة but هنا ان انا قلت معلومة بس بقول معلومة تانية بنفي او يعني opposite للأولانية. But they didn't finish. يعني هما they worked for 2 hours to do the project بس لسه ما خلصوش. But they didn't finish. Esther wanted to copy information from some websites. كان عايز يعمل copy paste كده من المعلومات من websites لقاها so they could finish early علشان يخلصوا بسرعة. Adam and Iyad said it is not right to copy information from any website. We want to find information from many websites and do our own work. احنا عايزين نلاقي معلومات ونكتبها بطريقتنا احنا باسلوبنا احنا. The boys met the next morning. اتقابلوا ال next day يعني morning and worked for 3 hours to finish the project. واشتغلوا لمدة 3 ساعات تانيين عشان يخلصوا ال project. Adam wanted to use Iyad's computer. He asked Iyad to come and write his password because it wasn't safe to tell anyone your password. زي ما احنا عارفين ما ينفعش نقول الباسورد بتاعك. فقالوا لو سمحت ممكن تحط الباسورد بتاعتك. At 12 o'clock, the boys were very tired. Iyad wanted to work for 3 more hours, but Adam said it's not healthy to spend too much time on the internet. إحنا مفعش مش صحي أبدا إن إحنا نقعد ساعات كتيرة جدا على الإنترنت. لازم نريح شوية. It can hurt your eyes. طبعا ده بيأذي العينيك أساسي طبعا وبيسبب لك صداع وحاجة كتير أوي. تمام. Adam and his friends met the next day and finished their project. وخلصوا البروجكت بتاعهم. The boys were happy because they found new information and finished on time. وكانوا مبسوطين علشان لقوا المعلومات اللي هم كانوا عايزينها وخلصوا البروجكت بتاعهم في الوقت المناسب. هنا بقى language المقصود بيها انه بيعرفك ازاي ان انت تسأل عن مثلا لو حد بيكلمك عايز يعرف بيانات عنك وانت بترد ازاي. زي هو بيسألك وازاي انت بترد عن your personal information. ايه هي ال personal information المفروض ان ممكن حد يجي يسألك عليها. تعال نشوف. بيقولك asking and answering about your personal information. بتقول هنا what's your telephone number. ده اول personal information خاصة بيك. دي اول بيانات خاصة جدا ما ينفعش انك تديها لاي حد غريب ولكن بتديها لاي حد انت تعرفه وانت you trust him. ف what is your telephone number فبتقول الرقم بتاعك كذا كذا كذا. what is your address فبتقول مثلا بتبدا الاول بالرقم البيلدينج رقم العماره which is 21 وبتقول اسم الستريت بتاعك مثلا هنا بيقول نبيل شهدي ستريت مثلا. اوكي بعد كده بيقول لك what is your password فبتقول طبعا انت ما ينفعش تقول الباسورد يعني بس لو حد اوكي okay, you trust him فممكن تقدر تديله الباسورد لو ماما بابا اخوك غير كده لا. what is your password فبتقول الباسورد بتاعتك ايا كانت ايه هي. what is your family name family name اللي هو اسم العيله وده عاده بيكون اخر اسم خالص في الاسم بتاعك يعني ممكن يبقى رباعي خماسي اسم العيلة في الآخر خالص مثلا فهي بتقول إبراهيم. okay when is your birthday إمتى العيد ميلاد بتاعك it's August 10th أو بالظبط بنقول الشهر it is August وبعد كده الday الday نفسه كام August 10th أو May 12th أو أي حاجة بقى. خلاص يبقى what is the personal information personal information if you لو حد ask you about the telephone number, your phone number, your name, your address, your phone number, your password, your family name, your birthday. هي دي personal details or personal information اللي حتى دايما بتطلب منك لما بتيجي تعمل sign in أو log in أو sign up أو لأي website أو جديد بتشترك فيه بتعمل عليه registration يعني اشتراك جديد فبيطلب منك personal details دي علشان يقدر يcommunicate معاك
ويتواصل معاك ويبعت لك كل دي. اوكي هنا بقى احنا خدنا وعرفنا قبل كده، خدنا قرينا من شويه باراجراف عن ازاي ادم واصحابه كانوا بيعملوا ريسيرش. تعالى نعرف اكتر تكنيكلي هو عمل سيرش ازاي. ازاي لما اكون عايز اعرف معلومه اعمل ايه؟ اوكي دي ستيبس جايبها لك موجوده في الكتاب، هعملها لك ان كويك فيو بسرعه. بيقول لك هنا رنا هاز هوم ورك اند شي وونتس تو دو ريسيرش، شي وونتس تو فايند انفورميشن اونلاين. بيقول لك هاو كان وي هيلب هير، ازاي نقدر نساعدها. فاول حاجه انت بتفتح الديفايس بتاعك اللي هو اوريدي كونكتد بالانترنت، سواء كان كمبيوتر او لابتوب او تابلت او موبايل. اتفقنا؟ واحد من اربعه دول. طيب بتخش على حاجه اسمها جوجل، علامه الجوجل سيرش او السيرش انجن، سيرش انجن اللي هي الموجوده عندك الشكل اللي هو في نمبر 3 ده، الارو اللي طالع لك ده، ده اسمه سيرش انجن. فبتيجي عنده كده وبتبدا تكتب السؤال بتاعك، مثلا هي البروجكت عن التيرتل، عايزه تعرف معلومات عن التيرتلز، عايزه تعرف هي التيرتلز بتعيش فين، عمرها قد ايه، لونها ايه، حجمها قد ايه، وزنها قد ايه، بتولد ولا بتبيض، بتعيش كام سنه، كل دي information about the turtle. فانت مين هو المين سبجكت الاساس بتاعك، ايه هي المعلومه اللي انت محتاج تعرفها. هات لي الطب، هات لي الكي وورد الموجوده عندك في نمبر 2. يبقى كلمه turtle هي الكي وورد بتاعتك اللي انت هتحطها في السيرش تاب بتاعك، هو ده السيرش تاب. بمجرد ما كتبت الكي وورد بتعمل سيرش، بتعمل كليك انتر او بتعمل بالماوس كده، هو تدوس على كلمه سيرش. بعد ما بتعمل سيرش بيبدا الكمبيوتر او الديفايس بيطلع لك بقى lots of websites كتير قوي. تمام؟ مش من الصح او مش من المفروض ان انت تاخد بس معلومه من one website واحد، لا هو الافضل ان انت بتستخدم على الاقل 2 3 or even more if you want او if you like websites علشان تقدر تجيب معلومات اكتر عن الحاجه او الكيورد اللي انت بتسال عليها. خلاص. وفي الاخر حاجه خالص، بعد ما بتجمع كل الانفورميشن اللي انت قريتها ديت، ممكن تكتبها عندك ان ستيكي نوت، بحيث ان انت تبدا تعيد كتابتها مره تانية او تغير في الصياغه، بس المهم تكون المعلومه هي صح، ما بتلعبش المعلومه لكن بتغير في الطريقه، تكتبها باسلوبك او تعيد كتابتها بالطريقه اللي انت فاهمها، المهم ان انت ما تغيرش في معنى الكلام. خلاص. برضو يفضل ان انت لما بتيجي تعمل بحث عن حاجه معينه، يفضل ان انت تراي تو فايند ا بيكتشر بتعبر عن الحاجه اللي انت بتعملها دي. اوكي فبرضو من ضمن السيرش على جوجل ممكن بيبقى عندك اول، في بيطلع لك كده كلمه اول فوق، او وجنبها في فيديوز وجنبها في بيكتشرز او جنبها في كمان مابس. فانت بتضغط على اول علشان يجيب لك اللينكس اللي بيجيب لك الانفورميشن، الويب سايت اللي بيجيب لك كل المعلومات. اما الايمجز فانت بتضغط عليها علشان لو انت عايز صوره ريليتد للكيورد اللي انت كاتبها. خلاص. بعد ما نزلت الصوره وبعد ما كتبت الانفورميشن عندك in a piece of paper او in your copy book، بتبدا تكتب write the names of the websites you used، بتبدا تكتب اسم الويب سايت اللي انت دخلت عليه وتحفظه مثلا in a sticky note او يبقى عندك في اي مكان سيف، بحيث ان انت لما تحب تعمل ريسيرش تاني تقدر ترجع له تاني، لان انت حسيت ان الويب سايت ده فيه معلومات كتير حلوه وريحك وتراستد ومش بيقول معلومات اي كلام وخلاص او كان ويب سايت فيك. فما دام هو تراستد ويب سايت فيفضل ان انت تعمل عليه، تعمل له سيفنج عندك، سواء بقى تكتبه في بيس اوف بيبر او ان ستيكي نوت اون يور تابلت او موبايل او لابتوب او وات ايفر الديفايس اللي تستخدمه، او ممكن تعمل له بوك مارك في علامه كده عامله زي علامه الستور، او علامه البوك مارك دي بتبقى موجوده في كل الديفايسز علشان بس تحفظ او تعمل لك سيفنج لللينك اللي انت فتحته علشان تقدر ترجع له مره ثانيه في السيرش بقى بتاعك. اوكي فهي دي الستبس اللي انت المفروض تفولو علشان تقدر تسيرش فور اني انفورميشن ذات يو وانت، اي معلومه انت عايز تعرف عنها حاجه. كده الدرسين خلصوا، second and the third lessons. تعالى بس نعمل أسئلة سريعة. بيقول لك write safe ولا unsafe. I can tell everyone my password. طبعا unsafe. I can tell everyone about my dinner. It's okay safe. I can tell everyone where I live.
No, unsafe. I can I ask adults which websites are safe? Yes. I ask an adult if it's okay to use the internet. طبعا ده أساسي. Yes, it's safe. I can share my address with everyone. No, unsafe. I can talk to people I don't know. طبعا unsafe. I can tell everyone my mom's phone number. طبعا unsafe. I can share my photos with everyone. طبعا unsafe. I can find information from my homework. طبعا it is safe. Sent, send, sent. Passata, send, sent. Number 9. I happy when I finished my homework early. I was happy when I finished my homework early. We wasn't, whether weren't, whether didn't copy information from any site or any website. We didn't copy information from any website. I didn't much time on the internet yesterday. I didn't spend lots of information online last night. He found, el past بتاع find, found. Number 13, we can hurt our eye by spending too much time on the internet. طبعا we can hurt our eyes. اخر سؤال, my E is 33 Shobra Street. تبقى ايه؟ address, طبعا ده ايه اسمه العنوان, the address. كده احنا خلاص خلصنا ونكمل بقية الـ unit in the next video. Thank you.